أنا في سجود السهو عند الإمام إسحاق، السهو أو سجود السهو نوعان، وهذا يتفق مع الإمام مالك فيها. النقص سجوده قبل السلام، والزيادة سجودها بعد السلام، وهذه المسألة خلافية بين الأئمة كما هو معروف. يعني بعضهم يرى أن السجود كله سجود السهو قبل السلام، نعم، وبعضهم يرى أن السجود كله بعد السلام، نعم، والإمام مالك يرى أن السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده على حسب المسهو عنه، نعم. فإذا كان القضية زيادة فهي بعد السلام، وإذا كان المسألة فيها نقص فهو قبل السلام، وإذا اجتمع النقص والزيادة فالسجود عند مالك قبل السلام. نعم، جميل. مسألة أخرى، نعم، يتحدث عنها الإمام إسحاق، نعم، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت. عند الإمام إسحاق يجوز الجمع تقديما وتأخيرا، يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ويصلي الظهر والعصر في وقت العصر قبل الغروب، ويصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، يقدم العشاء عن وقتها، نعم، ويمكن أن يؤخر المغرب، وهذه تفاصيل فيها كذلك، وهذا ما يراه الإمام مالك رحم الله الجميع. نعم.